طيب خلينا نروح مع حضراتكم لمطروح، واللي انطلق فيها ملتقى مراسم السلوم الأول للرسم والتصوير، وتم اختيار بيئة السلوم والمناطق المحيطة بيها لإقامة الملتقى هذا العام للمرة الأولى. ده حقيقي، ويمكن يا جمانة اختاروا 13 فنان وفنانة من عدة محافظات وأجيال مختلفة لمعايشة أهالي هذه البيئة، تحديدا للتعبير عن أفكارهم من خلال أعمالهم الفنية. انطلقت فعاليات ملتقى مراسم السلوم للرسم والتصوير بمحافظة مطروح، وذلك بتنظيم من الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تم اختيار بيئة السلوم والمناطق المحيطة بها لإقامة الملتقى هذا العام للمرة الأولى، بهدف تفعيل أماكن جديدة للمراسم ومعايشة أهالي هذه البيئة والتعبير عن أفكارهم بطريقة متميزة من خلال الأعمال الفنية. الفنانون المشاركون نظموا جولة خلال اليومين الماضيين بزيارة منطقة حمامات كيلوباترا بمطروح وزيارة واحد سيوة وأهم معالمها، ومنها قلعة شالي وجبل أجورمي وبحيرات الملح وجزيرة فطناس. وتستمر فعاليات الملتقى حتى 28 من سبتمبر الحالي، على أن يتم إقامة معرض فن تشكيلي بالقاهرة يضم أعمال الفنانين المشاركين في الملتقى. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذا المعرض من خلال ضيفنا الكريم الدكتور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ جمانة. صباح الخير يا استاذ احمد. عاوزين بس نتعرف، صباح النور، عاوزين نتعرف من حضرتك عن يعني او توضح لنا الأنشطة والفعاليات اللي بتشملها او بيشملها هذا الملتقى مراسم السلوم الأول للرسم والتصوير. هو احنا عندنا مراسم، المراسم عامة احنا عندنا عدة مراسم بتعملها تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، طبعا برعاية. يعني نستأذن حضرتك بس يا دكتور لو نقف في مكان فيه شبكة شوية. طيب احنا كان عندنا عدة مراسم. الو، مع حضرتك يا دكتور، سامعينك. اتفضل. عدة مراسم كان منها سيوة ومنها الأقصر. السنة دي عملنا حاجات جديدة، فتحنا جديدة أماكن جديدة للفنانين. نعم. اللي هي أول مرة نطلق السنة دي السلوم وعندنا الفرافرة. ده في برنامج عاملينه احنا السنة دي إن شاء الله بإذن الله، اللي هي مصر الغربية بعيون فنية. احنا المراسم عبارة عن 12 فنان زي ما قلت. ال 12 فنان دول بنختارهم من مختلف الأجيال عشان يحصل تناغم فني بين الفن والفنانين. ايه الاستقرار تبع بيروح ال 10 بيقعدوا 10 ايام. مثلا المراسم سلوم اول سنه اللي نطلقها بدات من يوم 19 لحد يوم 28، فهو ال 10 ايام بتنزل الفنانين بيقعدوا مع بعض وبينطلقوا في البيئه الفنيه اللي بتستلهمهم يوم الالهام، يشوفوا بيها منظر مصر او المناطق الجديده دي بمنظور فني. بعد العشر ايام، بعد نهايه العشر ايام، بعد اللوحات احنا بنعمل لهم معرض، يبقى في معرض كبير بيتعمل في القاهره. نعم. بيضم فيه جميع اللوحات اللي هي من نتاج المرسم. طب يا فندم، يعني الحقيقه انا سعيده جدا انه وصل للسلوم وهذه المحافظات الحدوديه بيبقى فيه فعاليات فنيه زي هذا المعرض او هذا المرسم، بس اكيد في يعني في سبب لاختيار السلوم تحديدا عشان تكون مركز لهذا الملتقى، وحابه اعرف من حضرتك كمان عدد الرسامين اللي موجودين قد ايه؟ هو عدد الرسامين اللي موجودين هم في 12 غير اللي موجودين من محافظه مطروح. الرسامين دول احنا بنختارهم من فنانين تشكيليين، وفي اساتذه من الجامعه، يمكن مراسم سيما فيها الكوميسير المشرف على المرسم الدكتور اسلام الهواري. سيوة هي اول مره في بيئه مختلفه، عشان بيئه مختلفه غير المراسم الصيفيه. تاني حاجة احنا بنقول احنا عايزين السنة دي مصر الغربية في عيون فنية. مصر الغربية احنا كنا سيوة، هي مش سيوة بس، احنا طلعنا للسلوم، يعني هو طبعا مطروح وسيوة والسلوم. السلوم منطقة خصبة جدا للخيال الفني والفنانين، فهو ده كان اختيارها، كان اختيار موفق الحمد لله السنة دي، يعني اللي احنا نبدأ بالسلوم. طيب عاوزين نعرف ليه بقى تحديدا تم اختيار السلوم علشان تكون مركز للملتقى ده للمره الاولى. لا، ما احنا بداناها من من من
من شمال المشروع غرب مصر السلوم، وان شاء الله عندنا المرحله اللي جايه عندنا الفرفره. السلوم هي الاداره الفنيه للشؤون الفنيه، لما نزلت شافت السلوم الاول، كل سنه بنعمل سيوه، كل سنه بيبقى فيها سيوه، السلوم مختلفه تماما، طبيعتها مختلفه عن سيوه، فيها جاذبيه فنيه اكثر، فيها مجالات فنيه للفنان يطلع رسومات اكثر. فهي السلوم كانت افضل من سيوه للخروج عن التقليد، يعني موضوع مش تقليدي، يعني مش تقليد زي كل مره سيوه، لا، فطلعنا احنا السلوم فيها مناظر، صحيح، وفيها واحات وفيها حاجات افضل بكتير من هلال مصر الساحلي تحديدا يعني. طيب دكتور عمرو، هل في خطه انه هذا المعرض يبقى اكبر شويه، يعني يكون عالمي، يشارك فيه كمان رسامين من مختلف انحاء العالم؟ لا، هو للاسف سيوه ده احنا بادئينه لاول مره السنه دي، دي فنانين مصريين، انما هو السلوم قصدي ده فنانين مصريين، انما عندنا المعارض العالميه بيبقى سيوه، لان سيوه احنا لنا مكان مقرر فيه، بيبقى هو ده فيه فنانين مصريين واجانب. ده بيبقى موجود عندنا اساسا في المركز، عندنا اثنين مراسم اساسيه في السنه، سيوه والاقصر. ده احنا بيوديهم بعض الفنانين الاجانب، انما السلوم احنا بادئينه بفنانين من مختلف الاعمار ومختلف الفئات عشان يعمل تناغم بينهم، لما تكون فنانين اجانب في سلوم قصدي. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عمرو البسيوني، رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه.